لكم صافا لاباس عليكم، نتمنى لكم تكونوا كاملين في صحه جيده. بلاك بايكر فلوغ فيديو جديد. الوغ اليوم الموتور رقم واحد اكثر مبيعا واحسن موتور صراحه، الموتور كما قالوا الاخوان كاملين الموتور هضر على راسو، احسن موتور ماتريكول صغير حاليا اللي صراحه محتل رقم واحد في المبيعات في المغرب. صانيا الارميل كاينه الاكس ميل، اليوم درت لكم الارميل سيون. كاين شحال واحد شي تيكون مازال ما عارفش ما بين الفرق ما بين الارميل والاكس ميل، دونك بالزربه غادي نهضروا على كومباريزون. في الدوفو كاينه اير نقطه وحده وهي في الدوفو والبوا، هذا هو الفرق. هنا عندنا ارميل كيكون جايه مجموعه شي شويه حتى الكوسان شويه مجموع، والبوا الارميل فيها 105 كيلو، الاكس ميل 116. هذا هو الكومباريزون اللي باش ما نمشيوش بعيد الدراري نهضروا دابا على الارميل. عشاق الارميل بانوا عندي دابا جميع انحاء المملكه. صانيا الارميل الكحل مات والكحل بريو، هادو هما جوج ديال لي كولور اللي اكثر مبيعا، راه ديسپونيبل بثمن مخير بالكيت الاوريجينال ديال صانيا ديال 110. مؤخرا ولينا كنشوفوا الصانيا ولات كتخرج لينا الفيربروكا الكورس ديالو كبير، والبيالة حتى هي 110 100% بلومبرياج بالبواطا فيتاس بالكاربيراتور بكل شيء. باكونت شحال هادي لي موديل اللي فايتين كان كل شيء 110 دوريجين الا في البروكال كورس ديالو صغير، مي دابا 100% هاد الحاجه الوحيده اللي كانت باقا ناقصه في الصانيه راه خدمات عليها، ولا دابا موتور كامل مكمول على بركه الله. بلا ما نطول عليكم الدراري، فيش تكنيك خفيف طريفه لابيل هنايا كتجينا كلاسيكيه ماشي سبورتيف، هنايا ترونسبارون الغوتروفيزور جداد ديال 23 لي كاشما عندنا هنا كيجينا فيمي، عندنا دوفو لوغو ديال الفيس هو السميه الاصليه ديال صانيا صانيا الفيس. من بعد هذا عندنا ايرميل اكس ميل لوبتيك فول ليد والبارابور جديد، دوفو الغني والديزاين ولوغو ديال صانيا فول ليد بالنسبه للسينيال لوبتيك دوفو، وهنا ديما لوغو ديال الشركه الغنيه عن تعريف ديال البيتولين ديال الفيدونج ديال الزيت دي فورج انفيرس هيدروليك بنو تيبلاس ديال 17 لي جومب. عندنا هنا رجعت عاودنا من بعد شويه فرفاره عاوتاني الالومنيوم. عندنا هنايا الفخيناج ديسك بالكاش ماستر ديال الفخيناج بالسول بيستون. هنا رجعوا شي شويه اللور نشوفوا نهضروا عاوتاني على على لاسيل. لاسيل تري كونفورم الدراري وغني عن التعريف، هنا لاسيل ديال الصانية تشكاية مخيرة غني عن التعريف بلا ما نشكرو الصانية. صانية راه معروفة الدراري، مجرد انك تقول شركة ديال الصانية معروفة. وتحية للناس ديال الصانية، خرجوا لنا واحد الموديل لي 249 سنتيمتر كيب، واخيرا اللي كنا صراحة هنايا غير بين قوسين غنهضرو على الصانية اللي صراحة الصانية غتخرج لنا دابا ماتريكول كبير بماكينة 200 انجيكسيون. راه ديجا خليت لكم الدراري واحد الفيديو اللي فيه سينيماتيك ديال 200 في الانستغرام، مازال ان شاء الله تيدخل المغرب عاد غادي ندير له واحد ريفيو تيست راه بطبيعه الحال. هنا كانت مختصه الصانيه صراحه بهذا الديزاين، هذا اللي ديزاين هوندا اس اش اللي كلشي ولا كيخدم على الديزاين لي دو فيرسيون كما قلنا الاربير والاكس ميل. دابا خرجت لنا الريزرفوار القدام ماكينه 200 انجيكسيون. الوغ الدراري نكملوا دابا في لافيش تكنيك، والناس راه كما قلت لكم عارفين لافيش تكنيك 4 و 110 ولي رابور الدراري 4 هادشي اللي كاين. وباش كتعتبر صانيه راه معروفه ديزاين صح والعمل، ما كتخدمش في ديزاين بزاف. هنا دي بوس بي كيجيونا هنا كلاسيكيين ريغلابل، القدام كيجيونا فيكس، جوج ديال لي زامونتيسور لور ستيل كحل مات والكحل بريو. البنو ديال اللور حتى هو تيبليس 100% تيبليس 100% الدراري. ماستر ديال الفخيناج حتى ديال اللور فيها ديسك واحد الفخيناج ماستر، كاين سول بيستون بويشاب مود صانيه معروفه كاتاليزور واحد هادشي اللي كاين. وحنا باقينا هنايا غير طابلو دبور والفيش تكنيك. اجي قرب معايا انا نشوفوا الناس، يشوفوا الناس تكون الصوره اقرب والفكره حتى هي تكون اقرب بزاف ديال الناس. هنا كورينات صح والعالم عمل الصانية. انا ماشي كنشكروا الصانية ولا شي حاجة، الصانية خدامة بأدق التفاصيل. هي غنكلاسيو الشركة ديال الصانية صراحة من الشركات اللي كينضيو وكيخدموا غير كبير.
هنا الكات سينيال اولا لومب اكسيلاتور فران بواط سومي اوتوماتيك. علاش سومي اوتوماتيك؟ اللي هو لومبرياج عندها اوتوماتيك مي لي رابور مانيوال. طابلو دو بور غني عن التعريف ديال الصانيه 100% نيميريك ديجيتال. هنا كوموند ديال الضو، ديماراج الكتريك و ديماراج مانيوال بالكيك. عندنا فاركود كلاكسون سينيال ديمل او ديال اليسر، ستارتر فريناج ديال اللور و ديال القدام. هادشي اللي كاين الدراري. حنا درنا يعني خفيف ظريف على الصانيه ايرميل. لاريفا جديد راه ديسبونيبل بثمن جد مناسب ولا كاليتي، وحتى لي كولور كاملين ديسبونيبل يعني في محل واحد اخر اون ستوك. والجريناردو اللي كيسول عليه راه ديسبونيبل كاينه موجوده. الوغ الدراري كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو في هذه البريزونطاسيون ديال الصانيه شركه الصانيه الايرميل. كنهضر عليها بحال هكا صراحه التجربه ديالي. دوزت جوج ديال الصانيه ركبت عليهم انا يعني بيرسونيل، ركبت عليهم وحده اكس ميل صراحه جربتها مزيانه. كاين الناس بزاف تيقول لا كدير بيبليسيتي كتشكر. انا فاش كنهضر على شي موتور صراحه كنلقى موتور يعني خدمه متقونه وفينيا، ما كنشعرش براسي كنلقى راسي كنهضر عليه بواحد بحرقه صراحه. الوغ الدراري بلا ما نطول عليكم، كان هذا واحد فيش تكنيك وبريزونطاسيون ديال الصانيه ايرميل. السلام عليكم وفيديو جديد.